معايا صديقي الجميل البطل محمد الحسيني اللي عبر المنش، وعايز يقول لنا كلمة عن قصته وتحديه. حققنا حلمنا ورحنا وعندنا المنش بسلامة أخيرا، ده كان حلمنا من سنين، كنا عاوزين نعمله أخيرا حققنا في الحقيقة، ده كان حلم مصر وحلم وطننا اللي احنا نعمل إنجاز كبير أوي. أنا إن شاء الله هصرف في مصر وحامي ونزلت بتدرب ان شاء الله زي ما وعدتكم، وقلت دلوقتي في الحلقه انا حامل كابري نبري في ايطاليا نفس كيلو المنش 36 كيلو، ان شاء الله هصرف فيها وحرف علم مصر لفوق وتحدي البحر بتاع كابري نبري، وان شاء الله عايز دعواتكم بس وشكركم ليا ودعواتكم ان انا حاضر ان شاء الله. ان شاء الله.